جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أحد أيام رمضان طهرت فتاة قبل الفجر، لكنها اغتسلت صباحا وكانت قد نوت الصيام، فهل صيام هذا اليوم صحيح؟ صيام اليوم صحيح إذا انقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر ونوت الصيام قبل طلوع أو مع طلوع الفجر، فإن صيامها صحيح، ولكن يجب عليها أن تغتسل قبل الفجر من أجل الصلاة، لأنها إذا طهرت قبل الفجر وجبت عليها صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير، لأنها في حكم المعذورين، فيجوز لها الجمع في هذه الحالة، فتغتسل قبل الفجر وتصلي المغرب وتصلي بعدها العشاء ثم تنوي الصيام عند طلوع الفجر. نعم.